السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي انتم شايفينه قدامكم ده يا جماعة ده منحل صغير على سطح بيتنا، مش حاجة بعيدة يعني، ده منحل صغير اهو، ده نحل. النهاردة هنتكلم عن ليه النحلة لما بتقرص او بتلسح حد بتموت. زي ما شايفين النحلة اهو، يعني احنا هنا في منحل بسيط صغير. الحكمة الربانية اللي ربنا جعل في العسل شفاء للناس. فهنا النحلة لما نيجي نبص للنحلة لما بتلسح حد، الإبرة بتفضل موجودة وفيها غشاء. الغشاء ده فين؟ في الرحم أو في الأمعاء بتاع النحلة، فبيطلع معاها فبيسبب لها الموت. طب الحكمة هنا في إيه؟ الحكمة هنا عشان بس نبقى عارفين حاجة، الحكمة هنا في إيه؟ زي ما انتم شايفين المنحلة أهو، الحكمة هنا ان ربنا عز وجل جعل العسل فيه شفاء للناس. تخيل بقى النحله دي لو ما كانتش هتموت بعد اللسعه، ايه اللي هيحصل؟ طبعا احنا ممكن نتلسع دلوقتي في المكان ده، خلاص، ايه اللي هيحصل؟ طبعا في شفاء للناس وكل حاجه، لكن لو هي النحله ما ماتتش هتنقل الدم اللي خدته من الملسوع ده او من البني ادم ده، ممكن يكون الدم ده ملوث او اي حاجه، هتنقله للخليه ويصبح ايه بقى؟ يصبح العسل كله ملوث. فدي قدره ربانيه وحكمه ربانيه، سبحان الخالق، فعلا ربنا عز وجل قادر على كل شيء. فالمنحل اللي قدامكم ده نحل وكل حاجة، وحاجة جميلة جدا، ده معمول على سطح البيت، يعني ده مفيش منه أي مشاكل، حاجة بسيطة اهو. لو جينا نحسبها أنا 8 صناديق وبتجيب عسل للبيت، يعني حاجة إنتاج محلي زي ما بيقولوا. فاحنا نستفاد من الموضوع ده اللي احنا نكون في أهم حاجة نعرفها، إن في حكمة ربانية في الكلام ده. الحكمة الربانية هنا بتقول إيه؟ إن ده فيه شفاء للناس. فسبحان الخالق قدر فهذا، سبحان الله، هنا في حاجة حكم ربانية. فهنا ربنا يستاهل مني السجود، التسبيح، الاستغفار، فكل حاجة خلقت بقدر. فهنا لما يبقى قدامنا العسل والنحلة تموت عشان ما تنقلش دم ملوث للخلية، عشان يفضل العسل فيه شفاء للناس، صدق الله العظيم، فعلا صدق الله العظيم. انتظرونا دايما في حاجات ربانية، في حاجات جميلة من داخل مجتمعنا البسيط اللي ربنا خلقهن عشان نقدر نستغل فيه كل حاجة. واحنا ممكن نستفيد اللي احنا نكون قد المسؤولية، ما نقدرش نتعب حد، ما نتعبش حد، ما نظلمش حد، كل حاجة ناخدها من الخلق اللي ربنا خلقهن، من الحاجات البسيطة اللي ربنا خلقها لنا. فياريت كلنا نقعد مع نفسنا كده ونفكر تفكير بسيط، ولو دقيقة. انت ظلمت حد تروح صالحه، قدرت تظلم حد اوعى تعملها. عشان كده ربنا هيرحمنا برحمته طول ما احنا فينا الرحمة، لان هو ربنا الرحمن الرحيم. انتظرونا دايما على حاجات جديدة في قناة اجيال اندلس واجيال اندلس تي في. كان معكم اسامة رزق مؤسس اجيال اندلس، مع الف سلامة. اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.